اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اطلاق نار في محيط بوتين هذا مؤكد منه، هل هي للتدريب ام لشيء اخر؟ المهم ان القرار اليوم وبعد نقل كل الترتيبات الأمنية نحو الوحدة التاسعة في الأمن الفيدرالي الروسي، وجدنا أن المخابرات قررت جزئيا ولأسباب غير معروفة إلى الآن أو غير مذكورة على وجه التحديد بسحب مسدسات سيرديوكوف، وهذه المسدسات خاصة بأمن بوتين. هنا يطرح السؤال، لماذا اليوم على وجه التحديد كان مثل هذا القرار ولو كان جزئيا وارتباطا بما سمي بحالة إطلاق نار في محيط بوتين إلى حدود هذه اللحظة؟ فالمصادر روسية، إذا الأمر هنا فيه أمر ما، خصوصا بعد التغيير الذي حدث بإعطاء كل القيادة في المخابرات للوحدة التاسعة. إذا هذا منطق جديد يمكن أن يكون تصرفا عاديا في إعادة تدوير القرار داخل المخابرات الروسية. المسألة الثانية، أن هناك إقصاء كامل للمخابرات العسكرية، واليوم تتصرف المخابرات الأمن الفيدرالي في جميع المعلومات الميدانية لوزارة الدفاع، وهذا الذي خلق إشكالا كبيرا. لا يتوقف الأمر عند المسدس سيرديكوف المعروف أيضا بغرزة المعروف بالسي بي وان فيكتور. هذا المسدس ذا القدرات والذي قالت روسيا اليوم بأنه لا يمكن خروجه وتأمين خروجه من خارج روسيا، وخاص بروسيا حصرا، يعني أن بوتين إن أراد السفر إلى الخارج ولو أنه تحت العقوبات هذه المرة في وقت سابق ومنذ 2018 منذ أواخر 2018 لم يعد هناك إمكانية لسفر هذا المسدس إلى جانب بوتين خوفا من سقوط تكنولوجيته أو اختراق تكنولوجيته في يد الغير في يد الغرب. إذا وصول الغرب إلى هذا المسدس، إلى تفكيك هذا المسدس، هو الاحتمال الأقرب اليوم، لأن هناك في الشركة المصنعة لعشر مسدسات موجهة لحماية بوتين هناك في كيلموفسك شيء ما من الأوكرانيين، يعني هناك على الأقل مهندسان أوكرانيان يشك الآن أو تشك المخابرات في نقل مثلها بعض الأسرار أو كلها على الأقل إلى خارج روسيا. هذا احتمال وارد، ولذلك فإن المهندس المشرف الذي تأكد أن لديه أصولا أوكرانية توقف العمل بالنسبة لسيرديكوف، لأن هناك تفصيل أوكراني في هذه العملية انطلاقا من الشركة المصنعة وأمام التحقيقات التي تأكد من خلالها أن أخ المهندس هو أيضا لديه ارتباط مع جهات خارجية. على أي حال هناك تفاصيل عديدة في الملف. مهم عندنا الآن أن الحرس اليوم حرس بوتين يضع نوعا من الاحتياط الإضافي، لأن هناك أولا إمكانية الإغراء العالي، وهناك من طرف المخابرات الألمانية ومن ثم أيضا مخابرات لشرق أوروبا هناك مكافآت مالية هائلة في حال الوصول إلى بوتين. المسألة الأخرى أن هناك اعتبارات تقررت داخل لجنة الدفاع والاستخبارات الأمريكية، وبتعبير صريح لبعض الشخصيات الأمريكية حول الوصول إلى بوتين والانقلاب عليه، وتخوفا أو على الأقل حرصا منه على مزيد من التأمين، فإن إدارة الوحدة التاسعة لتفاصيل الأمنية لحراس بوتين هي التي تعد الإجابة الأولى. والإجابة الثانية،
ابعاد هذا المسدس، هذا المسدس اللغز، وهو من اهم المسدسات الان والاكثر تطورا وخطورة، وهذا الذي يدفع مرة أخرى إلى القول أن المهندس الذي أشرف بشكل كامل على هذا المسدس داخل الشركة المصنعة للنسخ الأخيرة الموجهة لحرس بوتين أوكراني، ولديه أخ قريب من مخابرات إحدى الدول الغربية، لا داعي لذكر اسمها حسب تقرير أكثر سرية. ثم من جهة أخرى فإن هناك اعتبار آخر، لأن هناك ظرف ومحيط يحتمل أن يكون مغريا بالنسبة للأموال. أولا ليس فقط لثقل المكافأة، وإنما لشيء آخر يحتمل أن يكون أساسيا للغاية، هي الحاجة إلى وضمان تأمين كامل للمخابرات CIA في نقل حرس أي صاحب عملية يمكن تأمينه مباشرة إلى خارج روسيا. هناك اليوم استعراض قوة نادر من خلال المخابرات الألمانية والأمريكية لتأمين أي عملية أو المنفذين لأي عملية ضد بوتين. إذن كل هذا يجعل من بوتين الآن هدفا، وبالتالي فإن إجراءاته هي إجراءات استثنائية. قد يقول قائل إن هذه المعلومات هي نفس معلومات التي أكدنا فيها نحن من الحلقة 59 قبل 3 أسابيع، أشرنا إلى وزير الدفاع والوعد الذي قطعه وفي نفس الوقت دفعه إلى الظل في هذه المرحلة. لقد ناقشنا هذا منذ 3 أسابيع، ما يتحدث به الإعلام اليوم، ونحن نؤكد أن هذا الخبر دقيق للغاية وقريب من محيط بوتين. إذن ما يجري الآن من احتياطات قررها بوتين شخصيا، وتبلغ في مذكرة 6 شروط ننقل 3 منها لسبب مركزي، لأن الوضع حالا هو وجود مكافأة ودعم للوصول إلى بوتين، وأيضا الترتيبات الاستثنائية بخصوص المسدس لحرس بوتين. إذن هناك أكثر من صيغة، أكثر من إشارة بالنسبة للغرب حول بوتين. العالم دون بوتين سيكون الأكثر أمانا، وغير ذلك من التفاصيل التي تعلمونها والتي كررها الكونغرس لأكثر من مرة. لذلك فكل العملية الآن تذهب باتجاه بوتين. لذلك فالحرس واستراتيجية حرس بوتين اختلفت عما سبق. أيضا بالنسبة ل12 اسما، 4 منها على أقل تقدير، 4 أسماء على أقل تقدير هي سرحت بطريقة مؤقتة إلى حين، يعني أن الوحدة 9 تعيد اليوم تحقيق في كل الأسماء في كل الحرس خوفا من أي اعتبار، لأن من المهم جدا أن CIA لم ترغب أبدا، ومنذ عام 1997 في اعتبار بوتين هدفا إلى حدود 2017، وفي 2017 نزعت عنه الحماية أي إمكانية الوصول ولكن الحر، يعني أن إمكانية الوصول دون التدخل دون دعم ولا أي شيء، ولكن هي نفسها لا تتدخل في الحماية. والآن هناك اعتبار آخر، تأمين أي عملية في حال وجودها انطلاقا من مكاتب ألمانيا وبالخصوص من أمريكا. إذن أن اليوم المخابرات الغربية داعمة ومؤمنة بعد العملية، وهذا مهم جدا، أي هناك المكافأة وهناك تأمين ما بعد العملية، وهذا تطور استثنائي يتأكد من خلال قرار 9 صباحا و53 دقيقة من يوم 13 مارس 2022. وبهذا فإن المخابرات وخصوصا الوحدة 9 من المخابرات الروسية جددت كل الإجراءات
التي تعمل عليها الآن لحماية بوتين. لذلك فبوتين يراه الجميع أنه يمكن أن يكون هدفا. والمخيف للغاية أن الترتيبات الجارية بخصوص ما يسمى الحماية، الحماية الشخصية، الحماية من كل النواحي بما فيها الحماية الطبية، الحماية غيرها، كل هذه الحمايات اليوم بتعددها جعلت منه في آخر المطاف هو الذي يقرر في العملية العسكرية الآن بصفة شخصية بعيدا عن وزارة الدفاع ووزير الدفاع. وثاني مسألة أن كل الإجراءات الحالية هي إجراءات استثنائية طارئة. والأهم من كل ذلك أن التأهب النووي لا يطلع عليه إلا هو شخصيا، ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع أبعد من ذلك وهو يقود العملية شخصيا. لذلك فمثل هذه الحماية على وجه التحديد هي حماية أيضا بالنسبة لعدم التسرع وأن يكون القرار قرارا شخصيا من الرئيس شخصيا، وقرار البرلمان الدوما واضح بتسليم فقط شخص بوتين حصرا مثل هذا القرار، ولا علاقة له لا بوزير الدفاع ولا برئاسة الأركان. وإبعاد كل من وزير الدفاع عقابا له على الوعد الذي قطعه في قضية كييف والوصول بها إلى 5 كيلومترات وحصار زيلينسكي في أقل من 72 ساعة، هذه زاوية. والزاوية الأخرى إبعاده إلى جانب رئاسة الأركان تطبيقا لقرار البرلمان بحماية القرار الحصري النووي لبوتين، وهذا الذي دفع إلى إبعاد كل هذه العناصر المؤثرة ليبقى له القرار ونقل كل شيء إلى بوتين. بوتين لا ينهض إلا في الساعة 12:05. وبعد كل هذا في هذه المرات الأخيرة في الثلاثة أيام الأخيرة وجدنا أنه ينهض لأول مرة في 10 وينتهي يومه في الساعة 7 يعني أن الأمر بالنسبة لبوتين على أقل تقدير هو اليوم يعيش توترا نتيجة أولا هذا الروتين الذي كان يقضيه ما بعد كورونا وعزلة كورونا. كل هذا أثر لا في نفسيته ولا في إعادة قراءة التاريخ. لقد كان في هذه الفترة قد قرأ ما يقارب 3000 صفحة، وهذه الصفحات كلها تقريبا تنتمي إلى الفترة الإمبراطورية، وأدق تفاصيل هذه المرحلة، وبالتالي فقد تأثر بها بشكل أكبر. على أي اليوم هناك قرارات لحماية بوتين، والخوف على بوتين هو الذي يدفع الآن إلى ترتيبات أخرى، خصوصا وأن النووي أصبح جزءا من الأجندة الروسية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.